من اللي هبدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نمسيكم بالخير والهنا والرضا. مرحبا بكم صديقاتي في فيديو جديد معايا كله عفوية. البنات محطة التراب تاع المتلوي، أما مرة رزمو ما يخدمش التراب ولا يخدم، يظهر لي يخدم في الصباحات وكهو. مين تبع دور على اليسار راهي فيها الحمايد، خاطر نحنا ما ولدتش باش نجور. شطور البنات هذه محطتنا، شوفوا ما شاء الله عطق اليوم، حاب وشمس تحرق من الثلج. الورود نهديكم الورود من بلادنا العزيزه. هذه عندنا معاها ذكريات، ذكريات وقت الواحد يقرا، واحد الوقت اللي بنات تسمى عنا لقاء، وقتها لقاء سمح المتلوي جنة على الأرض، حبة بلادي راه. أنا قاعد نمشي في الجنة. قلت له امشي في الطريق، قال لي ماشي في الجنة. هاي توا جينا الحمى، اليوم حمى هو اللي باش يعمل لنا الهريسة. صافي صافي النور صافي، شرفتونا نورتونا. هاك عطوك دويات على الشمانيوزة وقالوا لك إن شاء الله لاباس، برا ادخل كومنتير واقراهم. والحرق زادها كيف كيف. هاي كمل لنا حط لنا حمد، هذا حمد شي حاضر لها، لا يتمل عليك حنان. ما شاء الله كيف كيف ماما، راني جاوبتهم اللي كتبوا لي كومنتات، جاوبتهم. هاي طلع حارة حمى عايش. هل راكم تعرفون نحبوا كل الحار. العسل. عسل الجواب. على بركة الله، تفضل. أهلي سعاد، أهلي سعاد، أهلي سعاد، أهلي سعاد، إن شاء الله قسمت الناس كلها في الجنة يا رب. الله حافظ يا من هيز. ودنا بركة بالحارة حمو، ما تكثر ليش الطماط، كيف تعملها حنان أم؟ هاتيك يعمل الحمص هاي ترى، شوفوا هاي شوفوا حتى هي قاعدة تتخلص. شوية طماطم فرح، ما تحبش الزيت عاد ما حطيتش الزيت، هاي وبعد نحط الحمص اللي بدالي ونخلطو تنوريك هاتكم معاه. خلطوا بالبدا تشوفوا هو يجي. شوف هاي جبنا شوية بيوم حمد تدلل عايش ينور. هاي حانوت عم شعبي، هاني انا نصوركم من بحري. الهريسة ادمان عندي انا، الهريسة حاجة اي، الهريسة عندي كان نلقاها ريتو مستر بايت ما عادش فتح على الماكلة جملة تعجبني تاع عم شعبانة، خطرة خاطرة. وانتوما تطلبوا راه شنو تحبوها، زايدة ناقصة كذا كيما تحب. شوفوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على هريسة حمد. نودكم ولا نشهيك ان شاء الله قصدي الناس الكل في الجنة. نورك يا حمد يبارك. ما شاء الله على حمى ولدي وعلى خوه حمى، هنا يشكركم حط قنيت شكرا للناس الحلوة وك انت أصار حسيبي وفرحان بدعواتكم دي، تمنوا له الشفاء ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، رجليه مسكين تعب ان شاء الله ربي يخفف عليه وان شاء الله ربي يشفيه. الله قال لك ما يحرق بالنار العزيز الجبار، وربي يجيرنا من نار الدنيا والآخرة. مسكين محروق في رجليه وزادة عنده ديشمانيوز طلعوا له، ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي. راني البنات في السوق، السوق المتلوي، نشري شويه خضره
على العنب هاو التمر هاو الفلفل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لاباس خويا قداش العنب باليوم الله يكثر خيره الراجل المسكين غسل لي العنب قال لي نغسلو لك العنب وكولي واعطي رايك وبعدين خذي حزيل وربي يبارك لهم وربي ينورهم وربي يجيب لهم القسم العنب ماكم تعرفوني انا عيني العنب فالبريود دي هو وقته معناتها هاني ان شاء الله ربي متعنا بخير الدنيا ان شاء الله وخير انا جبت هذه باش نشري خضر شوف المعدن ها هو المعدن عم الهادي في سوق المتلوي ديما كي نجي نحب نمشي نقضي من عنده الخضره وخضرته بنينه فيها البركه هي خضره المتلوي كل ما شاء الله هي يقولوا خضره تبديت خضره سواني فتبدا حامضه ما شاء الله بالعمل رجلي قال لي روح بها معانا جاني نحب ناخذ كمية ونروح بها معانا صباح الورد صباح الفل والياسمين وينك عم محمد لبس عليك الحمد لله يسل عليك الخير عم محمد هاني جيت نقبل شفت عم محمد وينك عم محمد لبس عليك نحب نوصل لك سلام الناس الكل يحبوا يسلموا عليك الكل ان شاء الله وقالوك ربي يبارك في صحتك امين وربي ينورك ويخليك لينا عزيز علي يعيشك عز مقدارك قالوا لك انت نورت البلاد مالك سيدنا الله عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر مثلكم يوحى الي هاي التواضع ممتاز علينا باش انما الهكم لا واحد فمن كان يرجى لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشغل عباده ربي احد سيدي رسول الله وما درى قال انما انا بشر مثلكم يوحى الي وانما الهكم اله واحد فمن كان يرجى لقاء ربه ليستنى في لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشغل عباده ربي احد أيه الم تعلم بان الله يرى ويشوفين ربي يشوفين سبحانه وتعالى في سوره الحديد ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في الأرض البراكين والزلازل والحروب مسجلة تراهي مسجلة في كتاب من قبل أن نبرأها إنا ذلك على الله يسير أي حاجة سهلة على الله ألم تعلم أن الله يرضى أروش فينا يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رجاء السائلين إيه؟ يا آمن الخائفين يا رب أرحمنا برحمتك الواسعة يا رب أمين. اللهم لا أحد ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته اللهم ولا دين إلا قضيته أمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته برحمتك اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار يا رب أمين اللهم كما أعطوك على سيدنا إسماعيل ونجيته من أبيه افدينا وفديته بكبت مجن افدينا من النار أمين يا عزيز يا غفار يا رب يا غافر الذنب يا رب يا قابل التوبة يا رب يا أرحم الراحمين يا رب اللهم إنا واقفون بذلك فلا تطردنا خائبين أمين وإن طردنا إلى أين نمشي أنت عزيز اللهم إنك كريم اللهم إنك كريم الله يا أرحم الراحمين اللهم أنت الحكيم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت يدك الخير أنت على كل شيء قدير الله بحق أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم أعلم منها أعتق رقابنا من النار يا عفو أعتق رقابنا من النار يا رحيم أعتق رقابنا من النار يا جبار أعتق رقابنا من النار يا عدل أعتق رقابنا من النار أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس كلمة وعينة كالعادة زوز الله يبارك يا الغالي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا ملجأ إلا إليك ولا مفر من قدرك اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة وأنسنا فيه
ولا تجعله موحش واجعله نور يتلألأ ومتعنا بوجه الكريم واسقينا شربة ماء من يد سيدنا محمد الشريف لا نمضي بعدها أبدا وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل سيد الله بحق كل اسم سميت به نفسك عفت نقابا من النار. اللهم أمين يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي تقبل من لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك يا من إذا وعد وفاء وإذا وعد تجاوز وعفاء اغفر لعبد ظلم نفسه. اللهم إني أعوذ بطر الغناء وجهد الفقر. إلهي خلقتني ولم أكن شيئا ورزقتني ولم أكن شيئا وارتكبت المعاصي فإني مقر بذنوب فإن عفوت عني فلا ينقص من نفسك شيء. إلهي أنت تجد من تعذبه غيره وأنا لم أجد من يرحمني غيره. اغفر لي ما بين وبينه واغفر لي ما بين خلقه يا أرحم الراحمين يا رب يا رجاء السائلين يا آمن الخائفين ارحمني برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم استغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه واستغفرك من كل فريضة وجبت علي فإناء الليل أو أطرف النهار تركتها سهو أو غفلة أو خطأ أو تهاون فإني استغفرك يا الله لا إله إلا أنت. سبحانك من ألجم البحر بكلماتي سبحان من أطفأ نار سيدنا إبراهيم وقدرتي سبحانك أقبل إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى. اللهم كل جبار لا محيصه من الله وكل ظالم لا محيصه من الله. حسن فرح بنتي يا حذية من الإنس والجن والحفرين خاتم سيدنا سليمان على أفواهه وعصا سيدنا سخير حم وخيركم بين أرجلكم وشركم تحت أرجلكم ولا غالب إلا الله له. وفرح بنتي في حرص الله المانع الذي لا يذل من اعتز به ولا ينكشف من استنار به سبحانه من ألجم البحر بكلمة. اللهم ألجم أفواه الخلق كلهم من ذكر أو أنثى من صغير وكبير من إنس وجن لا ينطق في فرح بنت إلا بالخير سم بكم عمي فهم لا يبصر. عايزك يا عم محمد بحلها دعوة الله يبارك لك عم محمد بالله جمعت البكالوريا نساء قالوا لك ادعي لأولادنا وادعي لأولاد فما اللي عندها ولد أمري فما اللي يفرج واحدة من ليبيا مرة ليبية قالت لك بربي ادعي لي لولدي ربي يفرج كربه وواحدة تونسية قالت لك راني نحب وليداتي ينجحوا في الباك إن شاء الله ربي ينجح أعمالهم ادعي لهم عم محمد في الفجر في الفجر ما كنت تصلي أنت في فجرك حاضر أنا إمام أي يا عم الصباح أي نصلي لك اليوم قلت تفكرهم يا عم محمد الله ينورك أنا وصلت وصيتك يشهد علي الرحمن اي يا عم محمد الله ينور سبحانه وتعالى يقول ان كل نفس لما عليها حق فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنه لقوم الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيد وأكيد كيد ومهل الكافرين أمهلهم. طلبتي من عمك محمد لوليدك الشفاء الليلة في صلاة الصبح اليوم يعني في وقت السحر إن شاء الله تدعي نكون نستجاب للدعوة ومن طلبتي عمك محمد في دعاء بالنجاح للبكالور إن شاء الله الليلة وربي يوفقني لنقوم بهم. الله ينورك يا عم محمد ربي يبارك لك ويخليك لينا لينا في يقول سيدنا الخضر وسيدنا موسى وما نسيناه إلا يوشع بن نون مع موسى أي. قال آتينا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا قال درا أويت إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما نسيناه إلا الشيطان قال ذلك ما كنا نبغ فارتد بهما قصصا. اللهم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما ننساش عندنا نطلب على الله بفضل الله بحول الله يا من طلبت مني دعاء الوليد بفضل الله يجيب الشفاء هو ولمة الحبيب محمد أم أحمد زاد إن شاء الله ربي يشفي لها ولدها صغير إن شاء الله ربي يشفيه تعب إن شاء الله ربي معه كان ويلزمني نقولهم وكون ما نقولهم وما ندعو لكمش تطلبيني بإذن الله تقتصي مني قول يا ربي يا محمد ربي خليك لينا يا ربي هباراني طلبته في دعاء والبرية ربي خليك تقتصي مني يوم غدوة
لأن اسمه الحق. الحق جل جلاله، الرحمن جل جلاله، الملك جل جلاله، القدوس جل جلاله، السلام جل جلاله، المؤمن جل جلاله، عزيز جل جلاله، الجبار جل جلاله، المتكبر جل جلاله، الخالق جل جلاله، العدل جل جلاله، الحكم جل جلاله، اللطيف جل جلاله، الوهاب جل جلاله، الخبير جل جلاله، المانع جل جلاله، الدار جل. من هنا الخدو من هنا الله، ربي يبارك لك يعطيك صحة بدنك يا عم محمد يا عيسي، لاباس عليك مال. وهنا يا صديقاتي عدنا للمرمى وعدنا لتحضير الفطور. هاي سيدك عملت لهم بريك اليوم وعملت لهم يعني نصوركم في الفيديو، عملت لهم شربة بحكم طقس كان نقولوا احنا مسحب نكتت شوية المطر، ما فماش مطر في المتلوية القوية ولا حاجة، لعل ان شاء الله تصبش. هذه هي البريك نتاعنا احنا نحبوها، تبدأ هكك المثلث تعجبني نتاع الزمن الجميل، تفكرني في بابا الله يرحمه وينعم. وهنا يا صديقاتي جتني مطبقة جتنا المطبقة ربي يبارك لها، زهرونة عملتنا المطبقة وحرحرة ورقيقة تعجبني، نوريها لكم كي تتحل هكا في الصحن تشوفوها راي ورقها، وانا نحب كان المطبقة لي تبدأ ورق، ما نحبش المطبقة الخشينة ما كنت عارفة، حتى مطبقتي أنا ديما نحاول نحلها للماكسيموم، نحبها كبيرة ورقيقة. هنا البنات ربي ينورها، هذه هي البسيسة زادة قلت لي فاتن بحكم انتي في المرمى طول النهار انتي سي عبد الحميد، يا اخي ودتني بالبسيسة يودها بالخير والهناء، ربي يبارك لها وربي يعطيها صحة بدنها. وهي البسيسة محضرتها الولدة ان شاء الله ربي ينجح حولها ويفرحها به ونحتنا منها باينة، ربي يعطيها كل من ربي يجبر بخاطرها، نحبها برشا عشرة عمر ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. الحصير وصديقاتي كهو عاد البرنامج شنو كان، قلت لكم انا كل شيء في سد وبرنامج في سد وكل شيء توقف، كنا معناتها والله انا راني مبرمجه حتى شيء، مي هي في برنامج لمو هكا لما عائليه باش تعمل عصيده في دار جديده في المرمى، نقولها مرمى انا مازلت حسيله. يا اخي جابت لي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله الفاكهه، ولا تشوفوا شنو حسيله، راني صورت لكم مسكينه شنو جابت لي كل. المهم او ونحكوا هكا، هي تحكي لي تقولي فاتن شنو ما عندك، شنو حتى الماعون اللي باش تهبطوا باش معناتها نستعملوه في العصيده والكل. برنامج كان على اساس الصباح كيما نقول، سبحان الله كل شيء بالكتبه. المهم جانا خبر قريبنا توفى، الله يرحمه وينعمه ويجعل مأواه الجنة ويصبر ميمته بابا، ميمته اللي نحب صبرها على قد محبتها اللي هو صبرها على قد محبتي أنا اللي نحبها بصفة غير عادية. قريبتي ربي يعطيها القوة وربي يسبل عليها الصبر، وجيعة الأم والباب ما هيش سهلة، خلف وليدات إن شاء الله ربي يخليهم ويطولهم، معناتها الجدية وجد إن شاء الله ربي يطول عمرهم في الخير باش يربوا هك الوليدات، وهما قد كيما نقولوا احنا المسؤولية، ناس طيبة، ناس كبارات همة وشين وقلب سمح وكبر هكا ووسع خاطر برشا حاجات، نحبهم برشا الناس هذوما ان شاء الله يرحم. توجعنا بالحق، كل شيء تبدل، كل شيء مسات ما عملناش حتى شيء من كان برنامج يعني هذا كله في تحضيرات ما بعد المولد، يعني خاطر ما كبشتوني في المولد عملنا عصيت زقوق، ولكن هو كان برنامج عصيت الجلجلين نهار اللي توفاه ديجا كلموني في التليفون هكا يعني باش يوصلي الاخبار وكل. لا اله الا سيدنا محمد رسول الله كان في الصباح يعني، فكل شيء برنامج كله وقف، مسكينه زهرونا ربي يبارك لها، وهو قبل كل شيء ربي يرحمه وينعمه. هذوما القضيه اللي قضتها هي معناتها اللي حطتها وحضرتها وعلى اساس معناتها اللي باش نعملوا الاجواء وكل. هوني الزوزه وبوفيه وكاجو ولوز وهولوز ابيض ولوز المقشور الحصيل، وربي يبارك لها ما نسيت حتى شيء، السكر الفارينه
ريت الحاجه اللي نقولها انا اول حاجه ما تمشي لي من اليسرى الا بقدره ربي. والدنيا فانيه وما دايم فيها حال، دايم كان وجه ربي كل نضيوف في الدنيا ذي ذي البنات الحصيل ومسكينه ما نسيتش حد شيء، للفرينه للكريمه للسكر، ربي ينورها وربي يبارك لها. انا راني والله ان كان فيكم تعبه على الاخر، غير كي مصوره الفيديو نتاع ماشيني للسوق والقضيه وكل هذاك عدته لكم. شوفوا البنات هنا حتى من الجلجلين محضراته وكل، ربي يبارك لها الحصيل وحبت هكا تفرح معايا. حتى من الحليب يا البنات والله جابته، ان شاء الله يجعلها ديما عامره وان شاء الله ديما فيها والناس تجاعي. وفضلا وليس امرا نحب نقول لكم معناتها بمحبه هكا نطلب منكم باش ترحموا الناس الكل على فقيدنا، الله يرحمه وينعمه ويجعل مأواه الجنة يا ربي، ويصبر أهله ويصبر أميمته ويصبر بابا يا رب العالمين، صبر عائلته الصغيرة يصبر ربي إن شاء الله. أصعب حاجة رأي هي حاجة مش سهلة وقت اللي يمشي بابه هو صغير، يعني الله يرحمه وينعمه واللي خلق ما يضيع كما نقوله. الحصيل وصديقاتي هذا هو فيديونا لليوم، فيه حاجة هكا صبحنا عليهم مزيانين وبعدين صار اللي صار. هذيك هي الدنيا، حتى حد ما هو دايم فيه. ساعدك يفعل الخير، ساعدك اللي قلبك سمح، ان شاء الله ربي يحسن الخاتمه، ان شاء الله يذكرون الناس بخير، خاطر كل من يتذكر بخير وكل من يترحموا عليه العباد يكون خلى وراه كان الفعل الطيب. ان شاء الله يا ربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ويجعل مأواهم الجنه، وكل يوم وكل لحظه وكل ثانيه وكل دقيقه وبوجود الموت وبقربها معناتها من اقرب ناسي نتوقر ونحس اللي بالحق الدنيا فانيه ومانيش حطيتها القيمه اللي اكثر من شني نجري هكا على الدنيا ولا حاسه روحي. نقول هذيك هذاك الواحد شنو يتعظ منها، يتعظ انه يقول ما باش يخلد فيها حد، وان شاء الله ربي يحسن خاتمتنا اجمعين يا ربي.